عاد يرن على لاعبين المنتخب الكوري ويحكوا لهم يلعبوا لاعبين منتخبنا معهم، يعني حرام ليش بيلعبوا لحالهم؟ ازفت مباراه بحضرها لمنتخبنا الاردني من زمان، يعني لا اداء ولا في اشي. يعني يا مدرب منتخبنا كل الدكه اللي عندك افضل من اللعيبه الاساسيه اللي لعبتهم، ليش هيك تعمل؟ ليش هيك تدخل في هيك تشكيله دفاعيه بحته وفوق هيك بناكل هدفين وبنخسر؟ يعني احنا بنلعب تشكيله 5 4 1 ومع هيك بنتلقى هدف بهاي السهوله، وين الرقابه على اللاعب اللي عمل الكره العرضيه؟ ثلاث قلوب دفاع وينكم عن اللاعب اللي لعب الكره الرأسية؟ انا مش فاهم شو بتسووا. يعني هسه اذا غاب لاعب واحد موسى التعمري عن الفريق خلاص المنتخب بروح فيها. هيسون غايب عن المنتخب الكوري وما هيك ما حسينا بغيابه، بالعكس لعبه احسن بكثير من وجوده. فاحنا على ارضنا وبين جماهيرنا وبنلعب تشكيلة دفاعية 5 4 1 وبنخسر 2-0، كيف لو هجمنا شوي او عملنا مثلا ضغط عالي عليهم؟ شو كان صار؟ يعني انا مش فاهم ليش هيك يا جماعة. احنا بدنا نتأهل لكأس العالم، حلم الجمهور الاردني يتأهل لكأس العالم، مش حلم نشوفه هيك منتخب باهت، هيك منتخب ما بقاتل على ارضية الملعب، هيك أداء يعني للنسيان للنسيان. هاي المباراة للنسيان. كنا نستنى منكم أكثر، كنا نستنى منتخب غير هيك اللي ظهرتوا فيه، كنا نستنى وكل شيء ضاع 90 دقيقة من أسوأ ما يكون. يعني جد جد أداء سيء، 5 تمريرات على بعض مش قادرين نعمل. بالمقابل المنتخب الكوري حوالي 50 تمريرة عبين ما نقطع منهم الكرة وبتنقطع منا بسرعة وبرجعوا يمرروا بين بعض، يعني اشي مخيف. وهارد لك للجمهور الأردني الفخم الضخم اللي حضر هاي المباراة في الملعب وتخيب من قبل اللاعبين.